بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشير النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 15 من الكتاب 44، كتاب الفضائل، باب رحمته صلى الله عليه وآله وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك. فضل ذلك أن الراحمون يرحمهم الرحمن. كلما كان في قلبك رحمة كلما شملك الله بالرحمة، وكلما كان في قلب الإنسان قسوة كلما احتاج للنار ليزيل من قلبي هذه القسوة. قد تكون هذه النار نار الفتن والابتلاءات في الدنيا، وقد تكون نار الآخرة. فاملأ قلبك بالرحمة يغطيك الله برحمته ويشملك دنيا وأخرى. وعشان كده النبي كان يقول إيه؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والنبي كان رحمة للعالمين، قلبه شمل العالمين، فأرحم الخلق بالخلق هو النبي صلى الله عليه وسلم. أرحم الخلق بالخلق على الإطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان الله أرحم عباده هو النبي، فجعله شافعا لسائر الناس. ليه؟ لكمال وعموم رحمته التي امتلأت في قلبه الكريم صلى الله عليه وسلم. فعلى قدر ما تملأ قلبك بالرحمة على قدر ما يشملك ربك بالرحمة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خيرا، الإمام مسلم في صحيح الحديث 67 بعد 106,000، قال: حدثنا هداب بن خالد وشيبان بن فروخ كلاهما عن سليمان، واللفظ لشيبان قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. يبقى النبي بيخبر الصحابة يبشرهم إن ربنا أكرمه وولدت له ماريا، وهي كانت ملك يمين، هدية له من مقوقس مصر، هي واختها سيرين. فالنبي اصطفى ماريا وأسلمت في الطريق، أسلمت في الطريق قبل وصولها إلى النبي، هي واختها سيرين. فماريا كانت مسلمة وقبطية، يعني مصرية، وليس فالقبطية نسبة بلدة وليست نسبة ديانة. نقول فلان قبطي يعني مصري، فممكن تقول قبطي مسلم، وتقول قبطي مسيحي، وتقول قبطي يهودي. فقبطي يعني ايه؟ يعني مصري. فماريا القبطية يعني ماريا المصرية. كويس. اسلمت في طريقها لما ارسل النبي رسالته الى المقوقس حاكم مصر يدعو الى الاسلام، فاكرم رسالة النبي، ولكن لم يجيب لانه اختار الدنيا واختار منصبه، خاف ان يضيع عليه منصبه. ولكن اكرم النبي لان كان علمه عنده علم من علم الكتاب القديم ان النبي يظهر في هذه البقعة، فاكرم الرسالة والمرسل اللي هو عقبة بن النافع، وارسل معه امين ماريا جارية، يعني زي أمة. كان زمان في الفترة دي كان في الإماء موجود والرقيق موجود، وماريا كانت من بلدة البهنسة، هي وأختها سيرين. البهنسة في صعيد مصر تابعة لمحافظة المنيا، اللي فيها 5,000 صحابي مدفون في فتح مصر شهداء. فأرسل إليه ماريا ومع أختها سيرين هدية وحمار وعسل وطبيب، دي الهدية، هديته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي قبل الهدايا كلها أما الطبيب فقال: لا حاجة لنا به، فإن قوم إذا أكلنا لا نشبع ولا نأكل إلا إذا جوعنا، فلا نحتاج لطبيب. فرد الطبيب وقبل ماريا لنفسه، اصطفاها له صلى الله عليه وسلم ملك يمين، وليست زوجة، لم يعقد عليه، فكانت ملك يمين، فليست من أمهات المؤمنين. وأختها سيرين أهداها لحسان بن ثابت لأنه كان يمدح النبي، فأهداها لحسان بن ثابت.
أنجبت ستنا ماريا القبطية رحمها الله ولدا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه إبراهيم، وفي هذا جواز التسمية بأسماء الأنبياء، وفي هذا يستدل بجواز التسمية بأسماء الأنبياء خلافا لقليل من الفقهاء قالوا يكره التسمية بأسماء الأنبياء مخافة أن يعابوا في صاحب الاسم فإيه فيساء استخدام الاسم. واضح؟ بعض الفقهاء قالوا كده، لكن الراجح أنه يجوز التسمية بأسماء الأنبياء، وعليك أن توطد لسانك بالأدب عند منادات من اسمه على اسم نبي احتراما للاسم. فلما تلاقي واحد اسمه محمد تناديله يا محمد، تقول صلى الله عليه وسلم في ذاتك في نفسك، لأنه يذكرك بنبيك صلى الله عليه وسلم. وعشان كده ربنا أكثر بمن اسمه محمد وأحمد في أمة النبي بالملايين، ما يلوش عن 100 مليون أو 150 مليون واحد في أمة النبي اسمه أحمد أو محمد. كويس؟ علشان إيه؟ كل ما تناديه تقول صلى الله عليه وسلم. فهمت إزاي؟ كل ده من إيه؟ من باب إكرام هذه الأمة بكثرة ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه؟ خدنا من هذا أن ماريا ليست زوجة، وهذا خطأ شائع. في كثير من الناس يقول لك كانت أم المؤمنين ماريا. هذا خطأ شائع لدرجة حتى في إذاعة القرآن الكريم في مصر يستضيفوا بعض العلماء يقول الكلام ده، وهذا خطأ. خطأ شائع. فاهم؟ فماريا ملك يمين وليست أم المؤمنين. ليست زوجة. ليست من أمهات المؤمنين. لم يعقد عليها النبي. ولكن تسرع بها. واضح؟ أنجبت له إبراهيم، والنبي كان يعلم أنه خاتم الأنبياء فلا يعيش من صلبه ذكر. كان يعلم ذلك صلى الله عليه وسلم. لأنه قال لو عاش إبراهيم لكان نبيا ولا نبي بعدي. فالنبي فرح فرحا شديدا بولادة إيه؟ إبراهيم. فقال فسميته باسم أبي إبراهيم، ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف. قين يعني حداد أو صائغ، يبقى قين حداد أو صائغ. أم سيف دي أنصارية عشان ترضع إبراهيم. كانت عادة العرب إيه؟ يدوا الصبي لامرأة ترضعه عشان يتنوع عنده الأطعمة، فيقوم إيه يطلع مناعته قوية، لأن اللبن نفسه فيه أجسام مناعية، وهو أخذ أجسام مناعية من أمه التي أنجبته، فيقوم يجتمع عنده أجسام مناعية كثيرة فيعيش إيه قوي البنية، يؤدي إلى قوة البنية. كثرة المرضعات وتنوع المرضعات يقوي بنية الصبي. فدي عادة العرب القديمة إنهم يعددوا المرضعات علشان إيه يتكسروا مناعة الصبي فيقوى، حيث أنهم كانوا في بيئة لا أدوية فيها كثير وفيها أمراض كثيرة، فكانوا إيه يتداوون بمثل هذه الأشياء. والنبي نفسه رضع عند حليمة، وأرضعته ثويبة، وأرضعته أمه، يعني كثرت مرضعات النبي أيضا صلى الله عليه وسلم على عادة العرب. فانطلق يأتيه واتبعته، يعني النبي خد إبراهيم وانطلق، ومين معاه ماشي وراء؟ أنس خادم النبي. واتبعته فانتهينا إلى أبي سيف زوجها وهو ينفخ بكير حداد قد امتلأ البيت دخانا، فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا أبا سيف أمسك، يعني وقف الدخان ده. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه. النبي حضنه رحمة، واخد بالك؟ كل دي تصرفات ما يعملهاش إنسان إلا قلبه ممتلئ رحمة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول، يعني بركه، دعا له بدعاء لم يسمعه أنس. كويس؟ فقال أنس لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين انطلق بعد كده إلى مشهد آخر. بعد 17 شهر إيه؟ إبراهيم فاضت روحه، مرض مرضا ومات عمره 17 شهرا. فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحطوه في حجر النبي وهو إيه؟ يعني تخرج روحه. لقد رأيته وهو يكيد بنفسه، يعني قارب الموت، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي ما عارف انه هيموت ابراهيم، بس النبي برضه رحمه.
فدموع العين دي والبكاء رحمة، ولكن المنهي عنه هو العويل ورفع الصوت عند المصيبة والنياحة والكلام الذي لا يليق والجزع وعدم الصبر وعدم الرضا بقضاء الله، هو ده المنهي عنه. لكن البكاء العادي ده رحمة ربنا جعلها في قلوب الناس. فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. يبقى ربنا أراد أن يرفع قدر النبي بأن يقاسي فراق الأحبة، لأن مقاساة ومعاناة فراق الأحبة ترفع درجات الإنسان عند الله. قد لا يبلغ هذه الدرجة بعمله، لكن يبلغها بشعوره بالحزن عند فراق الأحبة. وعلشان كده إذا أراد الله سبحانه وتعالى خيرا بأمة قبض نبيها وهو فيها، تقوم تقاسي معاناة وحزن فقد نبيها، يقوم ربنا يرفع درجته ويبقى موت نبيها في صحيفة الأمة. فهمت بقى إزاي؟ بخلاف لو ربنا أراد عذاب أمة يقبضها ونبيها حي. فهمت بقى إزاي؟ يبقى أمة النبي أمة مرحومة. وعن أبي قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لزهير قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لدرجة النبي كان يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، يحب الصلاة جدا، يقوم يسمع بكاء الصبي وهو داخل الصلاة يقوم يتجوز ويخلص بسرعة، رحمة بإيه؟ بالصبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتحمل أن يسمع بكاء صبي صلى الله عليه وسلم، لا يتحمل. وعشان كده لما كان يمر بيت ستنا فاطمة كان خلف حجرة ستنا عائشة على طول، فكان يسمع أحيانا بكاء سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وهم أطفال، يقوم يخرج من بيته ويدخل على ستنا فاطمة ويقول لها: ألا تعلمي أن بكاءهم يؤذيني؟ يعني ما تخليهمش يبكوا. ألا تعلمي أن بكاءهم يؤذيني؟ شوف قد ايه كانت شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال. قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة. في عوالي المدينة يعني في أطراف المدينة بعيد، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه لا يدخن يعني مليان دخان لأنه كان قين، وكان ذئره قينا، الذئر اللي هو زوج المرضعة. والذئر لفظ يستخدم للمؤنث وللمذكر، يعني المرضعة نقول عليها ذئر برضه، وزوج المرضعة نقول عليه ذئر. وكان ذئره قينا يعني حدادا، فيأخذه، يعني النبي يروح مشوار مخصوص يروح يزوره في عوالي المدينة في طرقات المدينة وهي شديدة الحر والتراب، وكان النبي يقاسي ذلك محبة أن يلقى إبراهيم ابنه، وهذا لا يدفعه إلا شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم. فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي، يعني في أثناء الرضاعة يعني، وإن له لذئرين يعني مرضعتين تكملان رضاعه في الجنة، لأن رضاعه 24 شهر هو مات عنده 17، فكأن الله إكراما لنبينا أكمل رضاعة ابنه إبراهيم في الجنة. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه سيدنا الحسن يقبله، يدخل عليه سيدنا الحسين يقبله، يدخل عليه أسامة بن زيد يقبله. فالأعرابي ده جلف عايش طول عمره وراء الجمال والحيوانات يزعق معاها ويتخانق معاها، فتعجب: إذا أتقبلون صبيانكم؟ هم كانوا يعتبروا أن اللي يقبل الصبيان ده والأطفال يعني معناه ضعيف، يعني الرحمة دي علامات الرحمة تعتبر ضعف، كانوا يقوموها من رشي تزر عليه لحسن يفتكروا أنه ضعيف ولا حاجة، الرجل المفروض يبقى جلف كده مجرم، كانت عقيدتهم كده في الجاهلية طبيعتهم كده.
فلما قابل النبي وقعد مع النبي والنبي شافوا بقى ايه بيعامل الصبيان ازاي ويقبلهم ويحنوا عليهم، فقال: اتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: لكننا والله ما نقبل، لان اعتبر ان تقبيل الصبيان علامة ضعف يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واملك ان كان الله نزع منكم الرحمة، هعمل لك ايه وانت مفيش قلبك رحمة؟ وقال ابن نمير: من قلبك الرحمة. وعن ابي قال: وحدثني عمرو الناقد وابن ابي عمر جميعا عن سفيان قال: عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الاقرع بن حابس ابصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن، فقال: ان لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. ده بيتباهى يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه من لا يرحم لا يرحم. شوف القاعدة دي بقى، دي قاعدة: من لا يرحم لا يرحم، قاعدة نبوية شريفة. وعن أبي قال: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن أبي قال: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس حا قال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية حا قال: وحدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا حفص يعني بن غياث كلهم عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. والناس هنا مش المقصود الناس مطلقا، ده كل في كل كبد رطبة أجر، لأن النبي قال إن في امرأة دخلت النار في هرة، مش كده برضو؟ يبقى الرحمة لابد أن تكون شاملة لكل خلق الله. شوف، لكل خلق الله، وأي في كل كبد رطبة أجر، يعني في كل مخلوق أجر أن ترحمه وأن ترفع عنه معاناته. يعني جمعية الرفق بالحيوان دي ده أمر شرعي، النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، واللي عنده رفق بالحيوان النبي يحبه. لكن العجيب إن في أوروبا عندهم شذوذ عجيب، عندهم رفق بالحيوان وقسوة على الإنسان، شذوذ عجيب. يعني المفروض اللي عنده رفق بالحيوان يكون الإنسان من باب أولى، لأنه من جنسك ومن نوعك. لكن شفت بقى لما تطمس الفطر وتتغير طبائع الناس، يحنوا على الكلاب والقطط ويقذفوا الأطفال والنساء والشيوخ بالقنابل ويحرقونهم ويهدمون بيوتهم عليهم ويدعون أنهم أهل مدنية. أي مدنية هذه؟ عشان تعرف أنهم عندهم انفصام، مرضى نفسيين يحتاجوا أن يعالجوا. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع وعبد الله بن نمير عن إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم حا قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة قالوا: حدثنا سفيان عن عمرو عن نافع بن جبير عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الأعمش. باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم. الحياء خير كله، النبي كان يقول كده: الحياء خير كله، ويقول الحياء شعبة من شعب الإيمان. مش قايل الإيمان بضع وسبعين شعبة؟ أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء هو أن يستحي الإنسان من أن يعصي ربه، حيث أن الله يراه، ويستحي أن يستعمل نعم الله في معصية الله، لأنه يرى أنه ما به من نعمة فمن الله، فكيف ينعم عليك ثم بعد ذلك تأخذ نعمته فتعصاه بها؟ فهذا الشعور إذا تملك من قلب المؤمن يمنعه من فعل المعاصي ويجنبه الوقوع في المحرمات، حياء من الله سبحانه وتعالى. فالنبي كان أكثر الناس حياء، يعني معناه كان أكثر الناس إيمانا وأكثر الناس طاعة لمولاه، وأبعد الناس عن معصية الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: حدثني عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن قتادة
أنه سمع عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري حا. قال وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأحمد بن سنان. قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما يكره من فعل إنسان لا يواجهه حياء حتى من المقصر، يعني حتى يستحي أن يواجه المقصر بتقصيره صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ولا ينظر إلى المقصر مخافة أن يحرجه حتى بينه وبين نفسه صلى الله عليه وسلم لرقة طبعه صلى الله عليه وسلم. لكن كان يظهر إيه؟ ما لا يعجبه في وجهه صلى الله عليه وسلم، لأن وجهه كالمرآة ظاهره كباطنه صلى الله عليه وسلم، لا خبث ولا لؤم ولا مكر ولا خداع. هكذا من كان قلبه سليما يكون ظاهره كقلبه، سليم المظهر سليم الباطن صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم معاوية إلى الكوفة فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا. الفاحش إنه هو يستعمل الألفاظ إيه؟ البذيئة، أو يتصرف التصرفات البذيئة، أدي الفاحش إما بالتصرف أو بالألفاظ، يعني فعلا أو لفظا. فالنبي لم يكن كذا، ولا متفحشا يعني ولا يتكلف فعل ذلك، يعني هو طبيعته كده وكان لا يتكلف أن يفعلها خلاف طبيعته لأنه لم يكن من المتكلفين. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. قال عثمان حين قدم مع معاوية إلى الكوفة. وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. باب تبسمه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. يبقى كانت سنة النبي أن يمكث في مصلاه في صلاة الصبح، ما يقومش إلا لما تطلع الشمس، لأنه يمكث في هذا الوقت يذكر الله، ودي سنة متبعة عند كل الصالحين على مر العصور، يصلون الصبح ويذكرون الله حتى تطلع الشمس، ثم يصلون الضحى ويبدأون يومهم على هذه الحالة المرضية. هكذا كانت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. وكانوا في الفترة دي بقى يقعدوا مع النبي الصحابة بعد ما يخلصوا أورادهم وأذكرهم، يقعدوا يتكلموا كلام جانبي بقى، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسموا صلى الله عليه وسلم، يعني يتبسم لضحكه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجاريهم على اهتماماتهم، مش يقول لهم ايه الجاهليه دي اللي بتقولوها فيها، ايه التفاهه اللي انتوا قاعدين تتكلموا فيها دي، كانش بهذه الطريقه صلى الله عليه وسلم. كان يجاري الناس ويخاطبهم على قدر عقولهم، وكان يهتم بما يهتمون، ويتعجب مما منه يتعجبون، ويبتسم مما منه يضحكون. هكذا كان حسن العشره صلى الله عليه وسلم. باب في رحمه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وامر السواق مطاياهن بالرفق بهن. كان النساء في السفر يركبوا الجمال، والجمال طبعا الحركة فيها عنيفة، فلو الجمل جري ممكن المرأة تقع، فكان يأمر الذي يسوق الدواب التي عليها النساء انه يسوق برفق حتى لا يتعرضن للوقوع او الكسر او التعب من كثرة حركة الدواب صلى الله عليه وسلم، رفقا بالنساء. وعن أبي قال حدثنا أبو الربيع العتكي وحامد بن عمر وقتيبة بن سعيد وأبو كامل جميعا عن حماد بن زيد
قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجش يحدو. أنجش كان صوته جميل، والإبل تحب تسمع الصوت الجميل والنغم أثناء مشيها بتنشط، يعني الإبل نفسها صنيطة تحب الإيه النغم، طبيعتها كده ربنا خلق، لأنها بتمشي فترات طويلة في أماكن يعني صعبة يعني كفرة، فهمت إزاي؟ فكان ربنا يخلقها على هيئة تأنس للسماع الكلام حتى يخفف عليها إيه مشق السفر اللي بتمشي فيه الإبل، فخلقها على هيئة عجيبة إنها تنصت إلى الأنغام، صحيح ما تفهمش الكلام لكن تنصت للنغمة وتمشي على سرعة النغمة، عايز تخليها تجري اعمل نغم سريع، عايز تبطئها شوية تفرملها تقول ايه تعمل نغم بطيء. فانجشة ده كان حادي للإبل، كان صوته جميل وكان هو اللي يمشي جنب الإبل يغني، عايزها تسرع يوم يسرع الغناء، عايزها تبطئ يوم يبطئ الغناء وهكذا، ده انجشة. يحدو يعني ايه؟ يغني اشعارا بانغام بجوار الابل ليشجعها على الحركة، حركة المسير يعني، يسموه الحادي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انجشة رويدك سوقا بالقوارير. الظاهر انجشة بقى يعني خدته الجلالة وبدأ بقى ايه يحدو بقى بسرعة شوية كده، فالجبال ابتدت تتنطط حبا يعني ايه من الجاسود، وراكب على الجمل نساء هتقع. فقال له يا انجشة رفقا بالقوارير، يعني القوارير اللي على الجمال هتقع. فشبه النساء من ضعفهن وضعف ابدانهن بالزجاج، لان الزجاج اذا وقع ينكسر، رحمة بالنساء يعني. وفي هذا جواز سماع المرأة صوت الرجل اذا كان ايه يعني يغني غناء فيه كلام مباح، لان انجشة كان بتسمع، ولا النساء كانت سدة ودنها ولا طرش، ولا كانوا بيسمعوا انجشة برضه فيهاش حاجة. فيجوز سماع صوت الرجل اذا كان حسن الصوت من قبل النساء الاجنبيات. وعنه به قال وحدثنا ابو الربيع العتكي وحامد بن عمر وابو كامل قالوا حدثنا حماد عن ثابت عن انس بنحوه. وعنه به قال وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب كلاهما عن ابن عليا قال زهير حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على ازواجه وسواق يسوق وسواق يسوق بهن، اللي هو حادي، السواق يعني الحادي، يسوق بهن يقال له انجشة. فقال ويحك يا انجشة رويدا يعني بالراحه بشويش بلغه المصريين، ادي رويدك يعني بشويش بشويش كده، فهمت ازاي؟ يعني بهدوء بوتيره بطيئه، ما تخليش وتيرتك سريعه، تخلي الايه الابل تتجنن بقى وتجري تخبط في بعضها تعمل حوادث، يعني فارمل، فهمت؟ يبقى روايدك يعني فارمل بالراحة. فقال ويحك يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة تكلم رسول صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، لما قال القوارير لحسن يفتكر واحد لما يقول على النساء القوارير يفتكر انه بيغازلهم يعني، واخد بالك؟ النبي قالها يعني ايه من باب الرحمة، لكن لو واحد راجل تاني قالها غير النبي كان يشك بيه ويقول لك ده ممكن تعبوه عليه ويقول ده بيغازل النساء بقى، فاهم؟ لكن النبي فوق ذلك صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن انس بن مالك حا قال وحدثنا ابو كامل قال حدثنا يزيد قال حدثنا التيمي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كانت ام سليم مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن يسوق بهن سواق، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم اي انجشة رويدا سوقك بالقوارير. وعن ابي قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني همام قال حدثنا قتادة عن أنس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت،
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويدا يا أنجشة لا تكسر القوارير، يعني ضعفة النساء. وعن أبي قال: وحدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر حال حسن الصوت. باب قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به. النبي لم يكن عايش في معزل عن الناس كما يعيش الجبابرة. يعني حاول انت تقابل رئيس دولة ولا حتى وزير ولا محافظ، هيهات هيهات، لا تستطيع، فهم؟ لكن النبي كان ابسط الناس يستطيع ان يقابله، كان اقل الناس لو حب يروح يقابل النبي ما كان لا يعزل نفسه عن الناس صلى الله عليه وسلم. ولذا يجب على الحكام ان يتأسوا بهذا وأن لا يعزلوا أنفسهم عن الناس، وأن يشعروا بما إيه؟ بما يشعر به الناس والرعية حتى يحلوا مشاكلهم ولا يكونوا في إيه؟ في معزل عن الناس. فالنبي كان قريب من الناس، يشعر بمشاعرهم، ويجوع إذا جاع، ويشبع إذا شبع، ويفرح إذا فرح، ويحزن إذا حزنوا، كان يشعر بالناس صلى الله عليه وسلم. وكان الناس من محبتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم يتبركوا بكل أثر له، يتبركوا بيده يضعوها عليها، يضع يده في طعامهم، يضع يده في شرابهم عشان يتبركوا به. إذا حلق رأسه يصطفون حوله، الكل يعني يحاول ألا تقع شعرة على الأرض إلا ويقبضها ويتبرك بها ويتوارثها له وأولاده وذريته من بعده. هكذا كانوا يفعلون محبة فيه، وعلما بأن أثار الأنبياء بركة ما بعدها بركة، وأن بركتها تستمر طول العمر طول الحياة. وعن أبي قال حدثنا مجاهد بن موسى وأبو بكر بن النضر ابن أبي النضر وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي النضر. قال أبو بكر حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء اللي هو الصبح جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها تبركا. أو المية اللي هيشربوا منها طول النهار اللي هيطبخوا منها يبعتوها مع الخدم اهل المدينة شايلينها يروحوا عند النبي وقاعد في مصلى الصبح عشان يحط لهم ايدهم فيه في آنية القوم صلى الله عليه وآله وسلم، يتبرك ويأخذونها يفرحوا بها ايام فرح، يشربون منها ويتداوون بها ويتبركون بها ويطبخون طعامهم بها وهكذا. لو كان موجود واحد وهابي لمنعهم، لكن لم يكن هناك وهابيا بعد والحمد لله. جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها. وده كمان يدلك على إيه؟ كمال تواضع النبي وشفقته. شلون كفاية كده، حبلوا إيدي، إيه ده، امنعوهم، يلا روحوا. ما يعملش كده صلى الله، ما يعملش كده، عنده كمال شفقة. يعني لو واحد عمل فينا احنا كده ممكن ايه نقول كفايه بقى انا عندي شغل سيبونا اروح، هنعمل كده ونتأفف واحنا فين؟ احنا ما نجيش بساقة من بساقات النبي صلى الله عليه وسلم ولا قلامة ظفر، فهمت؟ فالنبي كان يعني تواضعه يشمل الخلق جميعا، وكان حلمه يشمل الخلق جميعا صلى الله عليه وسلم. فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة. وفي البرد بقى الواحد كمان مش عايز يحط ايده وهو مدفيها بقى كده، عارف برد المدينة ده فظيع، حتى تبقى لابس الهدوم يخترق الهدوم كده، حاجة عجيبة. يعني مرة قضيت عمرة في الشتاء في المدينة، كنت لابس جبة الدهاني الشيخ عبد الحكيم من عنده، مش مستحملها من كتر ما هي تقيلة على كتفي، وقلت له لا مش هقدر استحمل، قال لي لا هتحتاجها، احنا رايحين نصلي الفجر هتحتاجها، انا عارف برد المدينه. فراح واخدها لفف على ايده كده، انا ما رضيتش احطها. وبعدين خدها معايا الجامع، قعدنا قرب الشروق لقيت، قلت له هاتها، اتلفت بيها مرتين وبرده البرد يخترق. والله برد المدينه ده عجيب، يخترق حتى الملابس، يعني زي ما حرها شديد بردها شديد. فشوف بقى الليله البارده وانت قاعد مدفي نفسك وجاي لك ميه ساقعه كمان تحط ايدك فيها، يعني شوف النبي قد ايه شفقته بالناس صلى الله عليه وسلم. فربما جاءوه في الغداة البارده فيغمس يده فيها. وعن ابي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا سليمان عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال:
لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. الوقت البلاد كاملة دول تتباهى إن فيها شعرة من شعرات النبي، يعني مصر كلها، شوف مصر دي من أسوان الإسكندرية، فرحانين قوي بشعرتين للنبي موجودين عند سيدنا الحسين ونتباهى بيها، ونقول أيوة إحنا عندنا شعرتين من شعرات النبي. تروح تركيا عندهم برضو شعرتين ثلاثة، يقول لك يا سلام. تروح الهند يقول لك عندنا شعرتين من شعرات النبي. تتباهى بها الدول صلى الله عليه وآله وسلم، عشان تعرف ايه محبة هذه الأمة لنبيها صلى الله عليه وسلم وتبركها به من لدن الصحابة إلى أن تقوم الساعة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء، يعني كان عقلها كده على قد حالها، يعني عندها نوع من الخلل في العقل شوي، وفي المدينة من أهل المدينة، فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة. فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك، يعني الشارع اللي تحبيني أقابلك فيه، المكان اللي تحبيني أقابلك فيه قولي لي وأنا أجي لك أنا أقضي حاجتك. وبيكلمين امرأة عندها خلل في عقله، لكن النبي كان يعني لا يبتعد عن أحد، كانت رحمته تشمل كل الناس صلى الله عليه وسلم، حتى وهو ما زال في قبره قلبه يسع الناس جميعا، وما زال يستغفر لأمتي ويدعو لأمتي صلى الله عليه وسلم. فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف على باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.